أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم آج ہم انشاءاللہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ایک دعا پڑھنا سیکھیں گے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے یہ دعا پڑھا کریں چلیں اس دعا کو سیکھتے ہیں اللهم فاطر السماوات والأرض والأرض عالم الغيب والشهادة والشهادة أنت تحكم بين عبادك بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ایک مرتبہ پھر سے سن لیں اللهم فاطر السماوات اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون